على كل إن للمزيد انضم إلينا عبر الهاتف دكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني. دكتور إسلام بداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. لو كنا بنتكلم على 30 يونيو وإلى أي مدى دفعت عجلة التنمية في القطاع العمراني يا فندم؟ أهلا بحضرتك وأهلا بكل متابعينك. في الحقيقة السنوات الأخيرة مصر عاشتها على مستوى العمران وعلى مستوى الكان وعلى مستوى التخطيط العمراني نقلة كبيرة جدا في الحقيقة واضح أثرها لكل الناس المتابعين للشأن المصري عموما وللعمران المصري تحديدا. في الحقيقة مصر عموما هي من الدول الرائدة تاريخيا في العمران. احنا اول من أسس العمران ونظر للعمران. احنا العمارة عندنا عمارة تاريخية. احنا من الدول القليلة جدا اللي معظم اثرنا وموروثنا السياحي كمان من العمران. وده في الحقيقة كان هو اللي بيخلي النظر لموضوع العمران على انه موضوع مهم جدا وقوي جدا. النقطة الثانية اللي بتخلي موضوع العمران موضوع مهم وقوي ان احنا عددنا كبير. احنا شعب عدده ضخم جدا ومعدلات النمو والزيادة في التعداد السكاني معدلات قوية جدا. وبالتالي محتاجين إلى الأمان العمراني إن كل واحد يكون عنده المسكن بتاعه. إحنا كمان كمصريين لا نؤمن كتير بفكرة عدم ملكية العمران، عدم السكن. صحيح. دي نقطة بتخلي معيار مهم جدا في جودة حياة الإنسان المصري أن يتملك وحدة سكنية أو أن يكون بيعيش في مسكن يمتلكه. النقطة الثالثة والأخيرة بقى اللي بتخلي أهمية للمحور ده هو اللي حضرتك تفضلت بيه في المقدمة إنه العمران عموما هو وعاء التطور وهو قاطرة الأمل. صحيح. طيب دكتور إسلام اللافت في النظر برضو في النقطة دي وعايزة أسأل حضرتك سريعا فيها الجزء المتعلق بأنه حتى المدن الجديدة اللي بيتم بنائها هي بتكون مدن من الجيل الرابع. حدود التأثير بتاع وجود هذه المدن دلوقتي وإلى أي مدى دي هتعمل الطفرة اللي حضرتك بتتكلم عليها في هذا القطاع؟ هو التطور العمران في العالم كله في الحقيقة كان لازم يخلينا ننظر للعمران على أنه لازم نكون مواكبين لأحدث النظريات وأحدث الممارسات في العمران الحالي. المدن الجيل الرابع في الحقيقة بتمثل نقلة نوعية وخلينا نقول أنه أهمهم على الإطلاق هي العاصمة الإدارية، هي القلب الجديد أو العقل الجديد لإدارة الدولة. في الحقيقة المدن القديمة والمدن الأقل حداثة هي في الحقيقة لم تعد تتحمل متطلبات العصر الجديد ومتطلبات الإدارة الحالية للدولة. البنية التحتية والمرافق الحديثة في المدن القائمة والمدن القديمة في الحقيقة لم تعد تتحمل النقلة اللي المفروض تكون عليها إدارة الدولة. وبالتالي بقى مهم جدا إن احنا نفكر في ده وكانت بدايته العاصمة الإدارية الجديدة. الحقيقة مش بس العاصمة الإدارية الجديدة كمنظومة من منظومات مدن الجيل الرابع، لا في كمان العلمين وفي الجلالة وفي المنصورة الجديدة. دي في الحقيقة مدن لها طابع أو لها طوابع مختلفة. يعني العلمين هي مدينة برغم من خلفيتها السياحية والجلالة برغم من خلفيتها السياحية والمنصورة الجديدة إلا إن كل واحدة منهم هي بتغطي احتياج من الاحتياجات اللي محتاجاها الدولة في الفترة الأخيرة. المنصورة الجديدة هنلاقي مع الظهير السياحي في ظهير كان وكمان في ظهير سياحة علاجية، هو ده التميز اللي موجود في المنصورة الجديدة. صحيح. لما نروح للعالمين هنلاقي فيها نوعية سياحة مختلفة تفقدها مصر. صحيح. الحقيقة في الفترة اللي فاتت وكمان وجود ظهير تعليمي من جامعات. يعني بناء هذه المدن دكتور إسلام لم يعد مقتصر على مدة زمنية أو شهور معينة في السنة، لا إحنا بنبني هذه المدن عشان تكون صالحة للحياة على مدار العام. مدينة كاملة بكل ما فيها من متطلبات زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، في بعد تعليمي بعد صحي ما إلى آخره. وأنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.